فتح فونتيد الجهوي بمدينة أطار، مؤسسة أرشيفية حاضنة للآثار الشعبية التي تمثل الكثير من الحضارات والثقافة الموريتانية القديمة، وذلك لما يمثله من حفظ للعادات والتقاليد الموروثة منذ القدم، وما ضمه من قطع أثرية مرتبطة بتاريخ الأجداد وأساليب الحياة في منطقة أدرار. المتحف انتشأ 2005 وتم الاعتراف به 2015، وناشئت أروح حومة لعزيزه من الشيخ انا على الشيخ والماما، وذا المتحف يتكون من عده اجزاء تراثيه وتاريخيه. ويعرض المتحف اصنافا واشكالا مختلفه من الالات التقليديه القديمه وادوات مختلفه كانت تستخدم في جوانب من حياه الاجداد. هنا يستطيع الزائر مشاهدة نماذج تعطي لمحة عن الحياة الاجتماعية والدينية التي كانت تسود المجتمع. المتحف في شنا خاص بالمحضرة تعليم القرآن ودراسة الفقه القديم، وفي جناح خاص بالصناعة التقليدية اللي كانت عند الصناعة التقليدية، وفي للتراث، وفيه في جناح خاص بالجناح الأركولوجي اللي هي الأحجار وما أشبه ذلك والآلات، جميع الآلات الأركولوجية. وفي جناح يخص بالموريتانيين، قطع الموريتاني كانت الآلات اللي كانت عنده الموريتان القديمة مستخدمة في ذاك التاريخ، وفيه الألعاب التقليدية، وفيه جميع الآثار، جميع الآثار. فيه جناح ما اللي خاص الحيوانات، فيه كل شيء، ما كل شيء من آلات قديمة، وفيه الفراش الخاص الفراش الأول اللي خاص بالناس الموريتانيين القديم. وظل المتحف مؤسسة ثقافية وأرشيفا حاضنا لتاريخ المنطقة الاجتماعي وموروثها المحلي. لقناة الموريتانية نفيسة شكونة، مدينة أطار.